صباح الفل والياسمين من تونس، صباح الفل والياسمين وكل ورود العالم، صباح معطر بروائح المقاومة والصمود، وتحية أكبر تحية من تونس إلى شعب فلسطين، إلى فلسطين الأبية، إلى فلسطين العزة والكرامة. الحقيقة اليوم قلوبنا تونس الكل كيف ما في كل مرة مع الشعب الفلسطيني، شعب المقاومة، شعب الصمود. اليوم مرة أخرى فلسطين تنتصر، فلسطين المقاومة، فلسطين اللي على امتداد عقود من الزمن وهي تعاني، اللي رملت نسائها، هجرت أبنائها، تيتموا أولادها، وعديد المساجين موجودين في السجون الإسرائيلية. اليوم بصيص من الأمل، اليوم المقاومة ورجع الصدى للمقاومة هذه في الاتجاه المعاكس. اليوم تونس تنتج في مساندة مرة أخرى للقضية الفلسطينية شعبا، قيادة وحكومة، والأهم اليوم أنه عنا موقف جلي وصريح ومشرف للغاية من أعلى هرم للسلطة التونسية بعد البلاغ اللي أصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد. الحقيقة تونس قلب واحد مع الشعب الفلسطيني وهذه منذ عقود من الزمن. تونس بكل مكوناتها وكل الشرائح الاجتماعية خرجت للشوارع، خرجت للشارع الرمز، شارع الحبي بورقيبة، وجالت الأزقة والأنهج، وتهتف بكل ما فيها من قوة في حناجرها يعلو صوت المقاومة الفلسطينية. اليوم مرة أخرى الشعب التونسي يوري وأنه أكبر مساند، أنه القضية الفلسطينية في جوهر اهتمامات الشعب التونسي. مرة أخرى اليوم صباحا، اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023، رفع النشيدين التونسي والفلسطيني في مجموعة كبيرة من المدارس الإعدادية والثانوية في كامل أنحاء الجمهورية التونسية. قلت موقف مشرف تتبناه اليوم المؤسسة التربوية التعليمية بكل ما تعنيه من رمزية، بكل ما تعنيه من تحديات، وبكل ما تعنيه من معاني. اليوم فخورين الحقيقة ننتشي، قلت مرة أخرى، بالأخبار اللي تريد علينا بين الفينة والأخرى، سعداء سعادة خاصة، وهذايا ما ينجم الحق يزيد ولا يشكك فيه أي إنسان. بعد شوية إن شاء الله بشتراو بعض الصور اللي جاتنا اليوم، واللي بداية من 8 صباحا لصباح اليوم كانت موجودة في أغلب المدارس الإعدادية وأيضا المعاهد التونسية. اليوم أيضا باش نحكيو على أكتوبر الوردي، نحكيو على مقاومة من نوع آخر لنساء تونسيات صامدات أمام المرض الخبيث، وخاصة في الفقرة الرياضية. انتبهوا لأنه اليوم جينا ريم البوسيلمي الكوتش اللي تعودتوا ترواها في العنصر المصور، اليوم جينا ببعض الحركات للوقاية وأيضا في محاولة للعلاج. هذه لطيفة في بصيص وبريق من الأمل وراجعين. يا صباح الخير، يا صباح الورد والفل والياسمين والطاقة الإيجابية، إن شاء الله نهاركم يا ربي كله صحة وخير وعافية. اليوم الحصة متاعنا أمبو سبيسيال أكتوبر روز، حملات تحسيسية برشا قاعدة تصير الشهر هذا، وإحنا هوني من بلاتو ديريكتومون باش نعملوا حملة تحسيسية بضرورة وأهمية ممارسة الرياضة اللي باش تعاوننا في رحلة العلاج متاعنا. الحركات اللي باش نعملوهم اليوم حركات خاصة جدا، هذوما نعملوهم
هطلع. انك بحذينا هوني واحنا تعودنا انه تكون معنا عبر الفقرة المساورة. ثانيا لانك الحقيقة تقدم في خدمة ان شاء الله يستفيدوا منها النساء البنات اللي تعداوا بالوجيعة هذية، والله لا يمرضكم وربي يلطف بكم وبينا. دونك اليوم هذوما سيبلي دي زيكزيرسيس ريمو. خليني فقط نذكر بالكاسكيت القبعة اللي عندك، اللي انت كوتش حكم دولي، ولكن ايضا عندك الكاسكيت اللي يسمحوا لك انك تعطينا هالتمارين السبيسياليزي كان نجم نقولوا المخصصه. بديت في الحملات التحسيسيه، معناها بضروره الرياضه واهميه الرياضه في مقاومه المرض من الاول وما بعد العمليه. هي تو بدينا نخدم عليها، احنا مجموعه نتاع دي كوتش نخدم عليه طبعا اكثر من 4 سنوات. يعني ندوروا مع الاطباء ومع المختصين في المرض هذايا، عافانا وعافيكم الله وان شاء الله يشفي ربي كل مريض. يلزم العباد تعرف اللي سبور راه يعاون. توا ثم دراسات قاعده ياسر تصير من 2020 هما بداوا الدراسات هذه. شنو يقول؟ يقول ان النساء المصابات بالمرض هذايا تنجم تنقص نسبه الاصابه نتاعهم بنسبه 40% كان يمارسوا الرياضه من قبل. وشنو يقول اللي ما بعد في المرحله نتاع العلاج في الشيميو يسرع عمليه العلاج بنسبه 20 توصل حتى ل 25%. وهذا مهم. مهم جدا وضروري. ما هو الناس كي يفهموا علاش، ما هو كيكا ماهوش من فراغ، ماهيش باراشوتي. كي نفهموا علاش وقتها نفهموا ضروره السبور. تخي بيان، واحنا نعرفوا العامل النفسي قداش مهم. يعني توا الخبر قد يبدو صادم، وبعد شويه تجينا مريم النجار مستشاره دوليه في تحليل الشخصيات، نحكيوا على تلقي صدمات بما فيها لا قدر الله وعافينا وعافيكم الله صدمه علم امراض الخبيثه. دونك العامل النفسي مهم في العامل النفسي. العامل النفسي مهم جدا، على خاطر الانسان وقت اللي يجيه، احنا بشر بخيتور، انا مانيش الا، احنا ناس، احنا عباد عاديين. وقت اللي يجيك الخبر كيف نكيد تدخل انت في حاله صدمه، وتدخل في حاله ترفض، وتدخل في حالة شك وحالة خوف. هذا اللي بشوي يسبب لك الطلوع الكبير نتاع الكورتيزول في البدن. هو الهرمون نتاع السترس العادية اللي نعيشوا بها، واللي هي نورمال ما محلاها، لكن كان تتفاقم وتزيد على حدها يولي عندنا ما يسمى بستريس كرونيك. ستريس كرونيك هذا هو اللي باش يضرنا. ستريس هو الحاجة اللي يحبها برشا في البدن هي المانيزيوم. المانيزيوم هو اللي يعيش به الميسكل نتاعنا ويعيش به الميكانيزم نتاعنا الكل.
هذا باش يولي ياكل في هذايا، باش ندخلوا في حاله خمول، باش ندخلوا في حاله تعب جسدي كبير، ليزارتيكولاسيون الكل باش يولي يوجعوا، الميكانيزم تاع النوم الكل باش يدخل بعضه، العينين باش تولي توجع، فرعيسه باش ندخلوا في حاله نتاع ديبريسيون كبيره، رفضنا من المواجهه وذيك كل خوفنا وانك ما ترقدش، ديجا كي باش يولي ليلك نهار ونهار كليل، المخ الكل باش يدخل بعضه، لي كونيكسيون نورونال الكل باش تاكل بعضها في وسط المخ، وقتها باش ندخلوا في حاله نتاع احباط كبيره. سبور اش يعمل؟ احنا باش نمارسوا الرياضه باش نطلعوا هرمون السعاده، باش نطلعوا هرمون الامتنان، باش نحافظوا على البدن نتاعنا، الميكانيزم اللي خلقونا ربي، لي ميوسكل، لي زارتيكولاسيون، باش نتجنبوا الوجيع، او موا تقف البدنك فيزيكمون، باش تنجم يولي عندك تصور ورؤيه واضحه، وقتها ندخلوا في حاله انك تقبل اللي انت مريض، وتقبل باش انك تدخل في مرحله العلاج. وباش تدخل العلاج اللي هو مقاومه، لانه وقت نحكيو على الامراض هذه عافينا وعافيكم الله مره اخرى، رانا نحكيو على صمود ونحكيو على مقاومه، دونك باش البدن يقاوم لابد من انه البدن جسد وروح وذهن كنجمو نقولوا، دونك هذا يتخدم، هذا نخدموا عليه. هذا نخدموا عليه، هو الرياضه تخدم لك الجانب الجسدي والجانب النفسي، خاطر بالصفه عليك طلع الاندورفين، بالصفه عليك هرمون الحب وهرمون الامتنان والهرمونات الكل نتاع السعاده كلها تطلع بالاكتيفيتي سبورتيف، معناها هذا انت مش انت تحكم فيه، هذا مخك هو اللي يحكم فيه. اوتوماتيكمون باش تولي عندنا دي كونيكسيون نورونال جدد في المخ، باش تولي عندنا صفاء نتاع ذهن، مفروض عليك مخك باش يولي يصفى، وقتها باش ندخلوا في الحاله نتاع تقبل المرض نتاعنا، ونبداو في مرحله العلاج، ونبداو نعملوا في لي غوشيرش، ونقول لا انا نجم نبرا، وندخلوا في مرحله الاراده، لازم يكون عندك اراده وايمان. الذبذبات الايجابيه. الذبذبات والطاقه الايجابيه الكل هو ريت سبور، هو يكبر لك الهاله نتاعك. صحيح. وهذيك علاش احنا الفقره هذه معنا يوميه، فرصه مره اخرى باش نشكرك ريم، لانه تراو برشا متعاونين معنا، ريم تتعاون معنا عندها برشا قبعات ودي كاسكيت ويعيطوا لها، مؤخرا كنت في اليابان ريم، دونك ومش سهل انه فخر مره اخرى للمراه التونسيه والتحكيم التونسي، دونك اليوم تجينا وتحط الخبره هذه نتاعك على ذمه المشاهدي القناه الوطنيه مجانا مره اخرى. اقل واجب، يعطيك صحه ريم. اقل واجب، اي واحد في تونس معناها عنده اي معلومه ينجم يفيد بها غيره ما نتصورش يشدها ولا يبيعها ما يجيش. صحيح. انا نحيي فيك الوطنيه هذه مره اخرى، احنا نساندوا برشا بقلبنا معاكم ان شاء الله تتجاوزوا الامراض بحول الله، والمرض بحول الله صغار وقت تكون عندكم هالطاقه الايجابيه. بعد الشاره نشوفوا كاسكيت اخرى للكوتش ريم البوسلمي، ومانيش نبعدوا برشا، مازلنا نحكيوا على اكتوبر الوردي. هذه أغنية كنت عملتها خاطر احنا هوني معناها باش نعاونوا نكون على الأقل شاهد حي على الموضوع. أنا بيدي تعديت بيه سرطان، ومنعت بالسبور دون ان سونس، منعت بالغناء، ومنعت برشا طاقة إيجابية، وإني قبلت المرض نتاعي وخرجت منه، كان سرطان الغدة الدرقية. على هذيك في وسط الرحلة نتاعي عملت أغنية، وإن شاء الله إن شاء الله تعجبكم. متخافش من ليا وتستسلم للأحزان، ما تخافش من الوجيع عبي قلبك بالإيمان، ما تخافش من الآلام غدوة تتحقق الأحلام، والضحكة تعلي بالصوت تغني، ما تخافش من ليا تسلم للأحزان، ما تخافش من الوجيع عبي قلبك بالإيمان، ما تخافش من الآلام غدوة تتحقق الأحلام، والضحكة تعلي بالصوت تغني، مر بخبيث وساكن فيا
الحريق نح علي يا ربي قد ضل نعيش ونبرة نفرش كربي ونرجع نقرة ونزور طبيب اللي يعاوني نهدي الوردة أنا وأمي ونتبسم نرجع نتبسم مرض خبيت وساكن فيا يجي نهار يتنح علي يا ربي قد ضلني نعيش ونبرة نفرش كربي ونرجع نقرة ونزور الطبيب اللي يعاوني نديله وردة أنا وأمي ونتبسم نرجع نتبسم خذ من الإبرة والعبرة المرض يجي نهار ويبرة مهما تكون الحالة خطيرة ربي قدر لك تبرى في ليلة نعرف دواك يوجع ومر عم داويك وترجع حر عيلتك تفرح كتير تجنح خذ من الإبرة والعبرة المرض يجي نهار ويبرى مهما تكون الحالة خطيرة ربي قدر لك تبرى في ليلة نعرف دواك يوجع ومر عم داويك وترجع حر عيلتك تفرح كتير تجنح مرض خبيت وساكن فيا يجي نهار يتنح علي ربي قد ضل نعيش ونبرة نفرش كربي ونرجع نقرة ونزور الطبيب اللي يعاوني نهدي له وردة أنا وأمي ونتبسم نرجع نتبسم مرض خبيت وساكن فيا يجي نهار يتنح عليها ربي قد ضل نعيش ونبرة نفرش كربي ونرجع نقرة ونزور الطبيب اللي يعاوني نديله وردة أنا وأمي ونتبسم نرجع برافو ريم يعطيك الصحة. دونك هذه كانت غنية ما تخافش من الأيام، ما تخافش من الأيام، الغنية اللي تكتبت بوجيعة كبيرة وبمحبة كبيرة وعن تجربة زيدة. ريم ترجع بحذية فقط باش نحييك ونودعك من بحذية، نحكيو كلمتين على الغنية هذه اللي هي كلماتك وألحانك ريم. قلت تكتبوا هما شاهد عيان، دونك أنت تيمونياج زيدة معنا اليوم. بخلاف هذا الكل ريم عانت من المرض، اليوم حابين نوريكم نجموا نتجاوزوا. أكيد أنا مرث بالسرطان، عافانا وعافيكم الله، نتاع الغدة الدرقية 2017. في كانت حالة حزن بعد وفاة الوالد، يعني يتحركوا ليزونزيم على غالب. ما تعديت وتخطيت برشا سبور، برشا إيمان، برشا ثقة في نفسي وبرشا رغبة في الحياة. والتقرير الطبي نتاعي مع أن نورمالمون رحلة العلاجي كانت تاخذ 5 سنوات، علاش قلت لكم أنا شاهد عيان ما نحكيوش هكاكا وبرا. نورمالمون علاجي كان ياخذ 5 سنوات كامله، لكن انا بديت في 6 شهور في التقرير الطبي كما بعثته لك. انا تحفظت، كنت باش نهبط وزيده ونفسخ شويه الاسماء، اما شدتني الكلمه ميغاكيلوزمون، معناها بصوره خارقه للعاده. لا تجاوزت المرض. الطبيب نتاعي شدني من ايدي ودور بيا على البيوت نتاع المرضى، يقول لهم هذه برات في 6 شهور، راهي برات في 6 شهور ما شاء الله، تو يهبط من 110% وصل 0.3 في 6 شهور. خاطرني ما يلزمنا نغلبوا مرض، راهو قوة إيمان وقوة شخصية وتحب نفسك وتقيم بها، ما تيحش. هذه المرأة القوية، إن شاء الله كلكم قويات صامدات، إن شاء الله الله لا يمرضكم، وإذا لا قدر الله مرضنا نقفوا على ساقينا والحياة تتواصل بالعزيمة وبالطاقة الإيجابية. مشكورة ريم، إن شاء الله يدوم الصحة تاج على راسك وعلى تاج كل السادة المشاهدين. ومشكورة من غدوة يعاودوا يراوك في الفقرة المصورة، ما فيها باس نعملوا دي زيكزيرسيس سيبلي كيما هكايا سبيسياليزي زيادة للناس المرضى. شكرا لك ريم، يعطيك صحة، إن شاء الله عليكم زين. يعيشك. نمشيو للمدينة العتيقة، تهزنا إيمان عبد القادر، وراجعين مواصلين المشوار إلى حدود 11 صباحا.
لكم فل وياسمين تونسي معتر برائحة المقاومة والصمود الفلسطيني. مرة أخرى احنا معاكم هوني على امتداد اللقاء هذية باش نسمع برشا أغاني منصرة للقضية الفلسطينية من بلاتويت التلفزة الوطنية إن شاء الله، باش نعديو أكثر من نغم فلسطيني وبأصوات عربية وحناجر عربية اللي كلها تساند القضية الفلسطينية. صباح العزة والكرامة مريم، صباحك صمود ومقاومة، وخاصة إنه موضوعنا في علاقة بالصدمات. صباح الخيرات وصباح الصمود والمقاومة، ومن المنبر هذايا نحب نقدم الدعم المعنوي ونقول للإخوانا في فلسطين رانا معاكم قلبا وقالبا وربي ينصركم إن شاء الله. إن شاء الله القضية الفلسطينية تنتصر، إن شاء الله الشعب الفلسطيني ينتصر، وفلسطين الأبية إن شاء الله تكون على درب الصمود كما عودتنا. قل لي مريم، اليوم نحكيه على الصدمات، الموضوع اللي كنا اخترناه من الأسبوع اللي فات، اللي عادة نتساءل وإلا نلقاه ردود أفعال مختلفة تجاه الصدمات هذية. دونك نبدأ بالعاطفية، والتوينسة حساسين عندهم جانب المشاعر طاغي. من الصدمات الشائعة طوى واللي احنا نلقاو فيها ديما، اللي هي موضوع موجود برشا، هي الصدمات العاطفية. هي كي تلقى كوبل سواء المرأة وإلا راجل تصيله صدمة، سواء معناها في فترة الخطبة وإلا في الزواج معناها، وهنا التجاوز نتاعها الصدمة راهو ماهو سهل، حسب الانتنسيتي، حسب القوة نتاع الدرجة نتاعها الصدمة هذيك، وأنه إنسان وهي شنية في الأخير صدمة، هي موقف يتحط فيه يخليه يراجع برشا حساباته، يراجع برشا الثقة اللي اعطاها، يراجع برشا مواقفه اللي هو كان فيهم يحس بنوع من وانه ما كانش معناها الثقة اللي اعطاها ماهيش في بقعتها، وبالتالي احساس بعدم الامان، بعدم الثقة، واللي هي بالطبيعة تنجم تهدد سلامته النفسية كما تنجم تهدد سلامة جسدية. انت كما قلت لك انت والدرجة نتاع الصدمة. اللي يهمنا هو كيفية الخروج من الصدمة هذية. نخلينا ديما في الحقل الوجداني، في الحقل العاطفي، كيفاش نتعامل مع الصدمة في المجال هذية، كيفاش نجم ننهض من رماد من الصدمة هذية من أثرها. ما هي الصدمة ديما عندها علاقة، معناها احنا كيف نجيو نتريتيو معناها انسان تحط في موقف نتاع صدمة، نشوفوا ساعة درجة القدرة نتاعو في التجاوز، المعتقدات نتاعو قداش عنده، معناها كما نقولوا فيها النسبة نتاع الوعي والإيمان ودرجة معناها، وإنه فاهم الحياة. ثم ناس تبدا معناها ناس تبدا متحضرة لبرشا حاجات، خاطرهم فاهمين ياسر الدنيا، فاهمين برشا، عايشين بالأمل، وعايشين معناها ديما حاطين ثم 95% أمل، وثم كال 5% هذيك باش ما يتيحوش في صدمة قوية. وهذايا نوع من الحسنة، نوع من الحسنة أنه ديما نخليه شوية نسبة للاحتمال أنه الأمور ما تمشيش على هوانا، ألا تجري السفن على هوانا، هكا ولا تجري الرياح وبما لا تشتهي السفن. هذه برك نخليه لها شويه نسبه. بالضبط. وهي في الاخير الصدمه العاطفيه تجي من شنو؟ في الاغلبيه يا اما خيانه، والا معناها الشخص في العلاقه يتصرف بطريقه اللي هي تعمل نوع من الخذلان للطرف الاخر. معناها مش لازم تكون خيانة، راهو حتى ثقة طاحت، تنجم تكون إنسان كنت عاطية فيه مثلا، تتفهم معاه أنت في موضوع وتعرفوا ليه، وتدنكو يمشي يبدل معناها الموضوع بحاجة أخرى، وإلا حاجة ما عندهاش معناها، تنجم تكون خيانة كما تنجم ماهيش خيانة. فهمت؟ أي درجات هو الخذلان على الأكل، وكل واحد وطريقة والإرباك اللي عنده الحسنة اللي عنده ضد الصدمات. نمشي شوية اليوم، نحب نستغل حضورك مريم، نحكي وإحنا اليوم على مرة أخرى على إيقاع أكتوبر الوردي، وكنا مع الكوتش شريم دينا ديديكاس سبيسيال برشا، تحية خاصة برشا للنساء اللي توا مرضى بسرطان الثدي، عافينا وعافيكم الله. تلقي خبر كيف ما المرض هذايا صدمة وإلا ليس؟ كيفاش ترى؟ هو سادبان من المرض وسادبان من الشخص. هو مهما باش يكون قوة الشخص، راهو كي باش يسمع معناها بعيد الشر حاجة هكايا،
أكيد مهما بيكون قوته مش يتزعزع من داخل، خاطر هنا راهو حياته هي اللي أنجو. صحيح. أي أما شكون اللي تزعزع تقعد به وتمتد وتنجم حتى تعمل له مخلفات وانعكاسات نفسية، وشكون اللي يعاود يشحن روحه ويقف على ساقيه؟ هنا باقي باش نرجع نقول لك حاجة إيناس، ثم فرق، ثم زوز أنواع نتاع شخصيات. ثم الشخصية العادية اللي تعيش برشا مشاعر وتعيش برشا معناها بكلها بالجوارح نتاعها بالداخلية نتاعها، وثم الشخصية اللي تتعامل برشا بعقلانية، وهذوما الزوز مرتبطين وعندهم ارتباط وثيق بالإيمان. اللي عنده درجة إيمان أكثر من الآخر، وأنه هذاك ابتلاء، إذا كان بالصبر والدواء والاحتواء ينجم يتعدى ويبدا عاتي اون بلوس ثقه برشا في روحه، وانه انسان قوي وباش نجم يتجاوز المحنه هذيك. وثم اللي يتيح دوب ما يسمع الاخبار، هو اي انسان باش يسمع الاخبار وقتها راهو باش الصدمه باش تخليه معناها يراجع برشا حاجات، مي بعد نهار اثنين ثلاثه يبدا يتاقلم معك الموضوع. ثم ناس اللي تنجم تتاقلم وتقول لك سيب ترجع تقف، وهذا العمل النفسي اللي اكدوا عليه الاطباء في مواجهه الامراض وخاصه الخبيثه، عافانا وعافاكم الله. دونك نجموا نقفوا كيف نحبوا زيدا، وكي تكون عندنا الاراده وجانب الروحانيات اللي حكيت عليه. والعائله مريم، العائله مهمه برشا في الحكايه هذيا. 50% من تجاوز المحنه هذيا هي العائلة، هي المحيطين بيك، لأنه الاستقرار نتاعك النفسي مهم برشا. 50% من نجاح وتعدي الفترة هذه هي الاستقرار النفسي، هي 50% دواء والجانب النفسي مهم ياسر. معناها أنت المحيطين بيك باش يكونوا محتوينك داعمين وداعمينك، أما يلزم يكون عندك أنت زادة القابلية باش أنك تكون معناها تكون فيك الاحتواء هذاك. أنا نحب نهزك الفلسطين. أنت على امتداد عقود من الزمان افتكت أراضيهم، اغتصبت الأراضي متاعهم، وهجروا من أراضيهم، اغتصبوا نسائهم، سجنوا رجالهم، يتموا أولادهم. يعني هنا نحكيه على صدمات في علاقة بالحروب، في علاقة بالأزمات السياسية الكبيرة، بالطغيان، بالعدوان. خلينا نوسع شويه المجال، كيفاش نجموا شنو هي تداعيات الصدمات هذه وخاصه على الصغار مريم في العمر، ثم كيفاش نجم نخرج باقل تداعيات نفسيه. اذا كان نحكيو توا على فلسطين ونحكيو على الحروب، خذيناها نموذجا نعرف، ونحكيو على حروب كما هكايا، معناها المره الاولى تكون صدمه، من بعد تولي نتعايشوا معاها وتولي قوه، تولي تعطيك برشا قوة، تعطيك تولي تثور، وتولي عندك نوع من الانفجار قدام الظلم، وتولي ما عادش تقبله. خاطر ثم في حالات صدمة عادية الإنسان معناها يولي يخاف، يوخر التالي، يولي ما عادش عنده إحساس بالأمان. في الحالات هذية كما نقولوا بار إكزومبل الحرب وفلسطين وحكاية هذيك، بالعكس تولي ثم برشا قوة، ويولي ثم برشا إحساس وأنه شيء هذا كان تاعو وبش يفتك وبش ياخذه. وهذه راهي معناها على امتداد توا سنين، معناها نحكيه في الحكاية هذه، وناس ما وخرتش، وناس فاهمة وأنه هذيك قضيتهم. وهذا هو الفرق ما بين الصدمة اللي توجع، والصدمة اللي تأثر، والصدمة اللي تعطيك قوة. دايوغ انت نشوفوا هكا قداش من واحدة ولادها يتوفاو، يعني هيموتوا وما يقعد عندها حتى حد، وتخرج وتلقاها معناها وراء في الزنازه وتبدا تزغرت في فلسطين. وعندنا مشاهد تقشعر لها البدن. بالضبط. عندنا مشاهد والصور للمراه الفلسطينيه الصامده اللي ثكلى تيت، معناها ولدها يقتلوا لها، ولدها يقتلوا لها، راجلها وتترمل، وبالحق معناها تلقى روحها في حالة من النشوة والصمود رغم كل الصدمات. يعني هذه درس، احنا ديما كي نحكيو على فلسطين ونقولوا هذه دروس تستقى، هذوما دروس وعبر اللي جينا من فلسطين، تحية خاصة للمرأة الفلسطينية. قوة الإيمان، هنا القوة اللي عندهم راهو سبحان ربي.
ما تنجمش قوة من لا شيء، من عدم جات قوة تاع إيمان، معناها باش توصل الأم على صغيرها راهي حاجة قوية ياسر. معناها أنا نقول من أكثر اللجاية على اللطف، هي وقت اللي الأم معناها تفقد حد من صغارها، هي تخرجهم واحد واثنين وثلاثة وتلقاها معناها متألمة صحيح، معناها من داخل راهي، أما تقول لك مشى، معناها مشى ذاك مشى فداء للوطن. وهنا قوة إيمانهم بالعلم وقوة إيمانهم بالوطن وقوة إيمانهم بربي اللي باش يجي نهار وباش يفتكوا وباش يرجعوا معناها البلاد نتاعهم. والنصر باش يكون إن شاء الله فلسطين الأبية، فلسطين العزة. دونك مريم حتى نختم اليوم، قلت التعاطي يختلف، ولكن نصائح عامة اللي تشمل الناس الكل، شنو النجم نقولوا مع اختلاف الشخصيات، اختلاف التركيبة، لو فيكو نتاع كل شخصية، ورغم هذا يقعد عندنا مفتاح يذولي أو بعض المفاتيح العامة تنطبق على الجميع. ما هو صدمات زاد فيها أنواع، إذا كان احنا باش نحكيو على صدمات من الصغرى، هذيك يلزم تخيتمون، معناها تخيتمون من الصغرى، خاطر الصدمات نتاع الصغرى راهي توجع برشا وتنجم تكبر اذا كان ما نعالجوهاش، كيما بار اكزومبل التحرش، كيما الاغتصاب، كيما الحكايات هذيك، انسان صغير نتعداو معناها اون فوا كبرنا الصدمات نتاع انسان توفى وقريب قريب لك، معناها تو دانكو يتوفى لا مريض لا حد شيء، نتاع خيانه، نتاع هذوما الكل راهو مربوطين بقوه الفرد نتاع الاحتمال نتاعو، بقدره بالقوه نتاع الايمان نتاعو، معناها هو بقدرته على انه يتجاوز. وأنه الإنسان راهو بطبعه نساي، والإنسان راهو ينجم يتجاوز، ولكن بالاحتواء. أنا ديما نقولها ساعات يضحكوا عليا، نقولهم الحضن احتضنوا بالكلمات. دونك لو كوتي افكتيف، الجانب العاطفي مهم برشا. قديش مهم خاصة في موضوعنا؟ مهم ياسر. هو إذا كان تحب تتجاوز راهي الكلمة تعطيك، راهي تعطيك سحر، عندها وقع سحري على النفسية. معناها إنسان كي تحتضنه وكل مرة هكا بالكلام وكل مرة بالكلمات أكيد باش يتجاوز، مع مرافقة إذا كان تم صدمات معناها عميقة وقتها يلزمها مرافقة طبية. وأكيد إن شاء الله من عند مختص اذا كان صدمه عميقه برشا اكيد. به ربي يلطف بكم وبينا من الصدمات، ولكن احنا رانا برشا واقعيا نتاولوا المواضيع هذيا، وخاصه قلت اللي حبينا نكونوا الاباج، حبينا نكونوا تابعين نتبعوا شويه ما يحدث في العالم، والعالم كله يتحدث اكتوبر الوردي في مقاومه لسرطان الثدي، عافينا وعافيكم الله. شكرا مريم، ان شاء الله نهارك اسعد الايام، واحنا مواصلين الحقيقه مع برشا صمود ومقاومه نبعثوهم ان شاء الله من تونس الجمال وتونس الحب وتونس القيم والمبادئ الى شعب فلسطين الابي، شعب فلسطين اللي مره اخرى نعاود نذكر تونس جمعاء بكل شرائحها العمريه خرجت وعبرت عن فرحها للمنحه المقاومه والصمود اللي خذيته في نهايه الاسبوع اللي فات وسط تململ واضطراب الموقف الدولي. تونس كان موقفها مشرف ومشرف جدا. هذه جوليا بطرس وراجعين. إن شاء الله نهاركم سعيد، ألف باقة حب للشعب الفلسطيني الأبي. بعد شوية باش نرجع على الحدث الأبرز اليوم في مؤسستنا التعليمية، اليوم وكسابقة من نوحة قلت، وربطا بالموقف المشرف والواضح والجلي لتونس شعبا وقيادة، نحكي على رفع العلم التونسي إلى جانب العلم الفلسطيني، وأيضا النشيدين التونسي والفلسطيني في أكثر وأغلب المعاهد والمدارس الإعدادية. بعد قليل تفيدوا علينا الصور والفيديوهات مباشرة، ونحاول ناخذ مندوبة المندوبية الجهوية عفوا للتربية بمنوبة عودة على الحدث هذه. هوني نفتح نافذة على مراكز التكوين المهني. سعيدة باستقبال سي الأسعد الحجلاوي، صباح الورد، صباح الفل، مدير مركز التكوين المهني المتعدد الاختصاصات بسيدي بوزيد، مرحبا. بارك الله فيك الاستضافة، وتحية إن شاء الله نعدوا حصة معناها متميزة إن شاء الله. تحية جيتنا للمشاهدين، جيتنا من بعيد نحييك، ولو راهو تونس والتلفزة للجميع. دونك بيت في تونس ولا بيت في تونس؟ بيت في تونس. هو خير هكا ولا أكيد هكا تبدا مرتاح وتبدا بحذانا ان شاء الله. حاضر معك نصري عبد الملك، صاحب مؤسسه لصنع وتركيب نجاره الالومنيوم وشهاده النجاح للمركز، هكا ولا خريج المركز انت؟ أكيد نصري اكيد. صباح الفل. صباح الفل.
معاه زيد بيت في تونس. هي اي ماكش تعب ناس نسمعوك معناها وتشره الشباب انه يدخل المركز هذايا. قل لي سي لسعد، اليوم نحكيوا على منظومه كامله نتاع مراكز التكوين المهني، نسيج كامل، واليوم نحكيوا على انه يغطي كل مكان في الجمهوريه التونسيه. المركز هذايا نموذجا ومثالا. هو مركز تكوين وتدريب مهني سيدي بوزيد، معناها مركز تكوين مهني صنف أ، معناها مصنف حسب طاقة الاستيعاب بتاعه واستيعاب المتكونين واستيعاب المبيت زاد، هذاك علاش مصنف صنف أ. دونك تم إحداثه سنة 79 وتم إعادة هيكلته بتاعه سنة 2003. معناها هيكلة معناها على مستوى البناءات وعلى مستوى التجهيزات وعلى مستوى يعني 45 عام كيكا سنة تقريبا أي من 49 أي من 79 حتى يكشي ل 2003. دونك فتح أبوابه من جديد سنة 2006، معناها زاد تعاودة الهيكلة الاختصاصات بعد سنة 2006 اختصاصات جديدة. معناها بطبيعة حسب الخارطة بتاعت تكون على مستوى معناها تونس الكل. دونك يأمن التكوين في سبع اختصاصات متوزعة بليتو على سبع قطاعات متوزعة على حوالي 17 اختصاص، فما معناها قطاع كما الميكانيك السيارات فيه ثلاثة، كما الخياطة فيه زوز، كما الصيانة الصناعية في أربعة، معناها دونك القطاعات الصناعات الغذائية. سنة 2016-2017 بل معناها زاد بعث قطاع جديد هو قطاع الصناعات الغذائية، وبالنسبة هو قطاع حيوي للجهة. صحيح. دونك عندنا معناها زوز اختصاصات اللي هما معناها عون في صناعة الحليب ومشتقاته، وكذلك تقني في الصناعات الغذائية كونسيرف. دونك متعدد الحقيقة الاختصاصات وشامل. قداش نسبة الاستيعاب نتاعو مقارنة بالاختصاصات هذه اللي ذكرتها؟ معناها طاقة الاستيعاب نتاعو هو 740 متكون، وطاقة المبيت هو 340 متكون. ممتاز. معناها مقسمة على إناث حوالي 120 إناث و220 ذكور. ويفيدون عليه من مش كامل من سيدي بوزيد، من كامل الولايات. عندنا من تونس، عندنا من قفصة، عندنا من قبلي، عندنا من القروان، عندنا من بارتو. ممتاز. نصري منين انت؟ انا من سيدي بوزيد. انت من سيدي بوزيد، دونك كيف سمعت بيه؟ يعني نتصور باش تقولي عريق وموجود وعنده سمعته سابقته، شنو اللي خلاك تلتحق بالمركز والتكوين داخله نصري؟ انا ما عملت قريت نيفو باك تكنيك، ما كنتش ناجح في الدراسه. ريت انونس في بيرو تشغيل اني تكوين مهني مهبط فورماسيون الومنيوم. وانا باك تكنيك. اهلتك التقنيه؟ اي اكيد باش نتشجع ونمشي نعمل فورماسيون الومنيوم والحمد لله. علاش الاختيار على نجاره الالومنيوم نصري؟ كنت مغروم. نجح والا غرام؟ لا ما كانش عندي فكره حتى كان على نجار الومنيوم. انا اخترت تغرمت بها والحمد لله. عامين دراسة وفي نفس الوقت اللي نعمل في ديستاج في تونس وفي الولايات الأخرين قديش قريت من عام نصري؟ عامين قريت عامين نجارة الألمنيوم. بقيت خمس سنين وأنا صانع باش ناخذ فكرة كبيرة ياسر. متربص معناها؟ إيه خمس سنين صيغة التربص. قعدت خمس سنين؟ نو عامين. عامين؟ وبعديك خدمت يعني خمس سنين؟ بقيت خمس سنين وأنا صانع. ممتاز. فهمتني باش نعرف السوق ونعرف ديزوم. مهمة المرحلة هذه نصري. أكيد. لازم تعمل بساط باش تنجم تعمل باش تنجم تغطى. أنا بقيت خمسة. وشكون اللي يعني أنت أبرونتي صانع تقول أنت عند حد متمرس في المهنة كان بفضل المركز يعني سهلوا لك التواصل لقاو لك الخيوط نقولوا احنا؟ أكيد. التواصل ومراقبة وحيطة والحمد لله. والحمد لله رجعت لك لانه باش نحكيو على المشروع خاصه إن شاء الله. اليوم تفت القرايه والصنعه الى الاحتراف. سي لسعد، اليوم نسبه خريجي المركز بنجاح قديش تقريبا؟ هو تقارع معناها النسبه حوالي 85%. تعرف ممتازه تتسمى؟ اي ممتازه جدا. علاش؟ على خاطر عندنا ال 15% هذوك كيفاه خرجوا، يا اما عمل الترناتيف معناها بديل اخرى كسوا في نجح في كونكور معناها مشى فما اونتري غيمي فما شويه حرقه فما دونك الحل هنا نسبه نجاح كبيره. وعليه معناها وفي الاطار هذا معناها سي عبد الملك كشاهد معناها شاهد نجاح هو معناها من الاول احنا المتربص كي يجي نحتضنوه. عندنا خليه بتاع
معناها استقبال وتوجيه وبتاع مرافقه ومسانده للمتكون. فالعاده كيفاش يجيكم سي الاسعد؟ يجيكم عندهم فكره كما ناصري بحذانا لهنا، والا يجيكم يقول لك نحب صنعه وانتم توعيوه والا تعطيوه فكره على الاختصاصات وتشجعوه على الالتحاق باختصاص معين؟ احنا الحقيقه فريق من العمل متكون من معناها مكلفين بالاعلام والتوجيه ومعناها والعلاقه مع المؤسسه، معناها مطلعين بالقدا على المهن وعلى دونك يجي متكون، يا اما يكون هو سيء معناها اختار كان اختار نزيد احنا نفهموه في الاختصاص، نفهموه في شنو بار ديزافيش بار معناها حتى بالفيديو بالكل، دونك سينو معناها نولوا احنا نوجهوه حسب البروفيل بتاعه حسب لاتيتيود بتاعه حسب معناها برشا دونك معناها ندخلوا في لي ديتاي بتاعه هو شي يحب، وعندوش حتى في الفامية شكون يحب يكون عند عامل بروجيكسيون عامل فيزيون نظره للمستقبل وكذا، دونك لهنا مهمه المرحله هذه مهمه جدا لانه بعد نقولوا احنا باش يختار وباش يتحمل اختياره زيادة بتحديات اللي فيه. فوالا دونك لهنا في الاطار هذا تم غاديك معناها احتضانه في المؤسسه وتم مرافقته حتى ومعناها ندخلوا فيها الهياكل الكل، الهياكل هي اللي هو تخليه من بعد لا يتكون معناها باش تكون عنده نظره على المستقبل بتاعه، كل سواء يحب يمشي يخدم كل سواء يحب يمشي ينتصب الحساب الخاص، لهيك كل المدخل كلها تكون نعملوا ايام تحسيسيه في المركز، نستدعوا فيها بنك التضامن، نستدعوا فيها التشغيل، نستدعوا فيها فضاء المبادره، نستدعوا فيها الهياكل المموله، تنجم تكون سيكارت، تنجم تكون دونك هذه كل الاطراف اللي نجم يستحقها نهار اخر. فوالا تري بيان، ونبقوا زاد كيف معناها اون كونتاكت في اي احكي انا معناها وليدات متخرجين من بعد جو ايكو صعوبات ولا حاجه نحاولوا احنا ندلوها لهم، ندلوهم ومعناها على مستوى البي تي اس على مستوى كذا يقعدوا ديما مرجع نظر مرجع نظر هو المركز هو الحاضن هو الراعي خلينا نقولوا للحلم وللمشروع الكل. النظره اللي حكي عليها السي الاسعد ناصري كانت موجوده عندك من الاول، عارف روحك عارف البوصله نتاعك فنثنيه باش تمشي؟ ما هي تو موجوده، ما احنا قلت لك هي 2009 2010 والاندفاع الاندفاع أي. خلاك تمشي تعمل اي الاندفاع وحده ولا الاندفاع المدروس؟ هو درست الاندفاع ماكش مغامر وكهو معني؟ لا 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 اندفعت من اجل المستقبل، اي اندفعت من اجل كيما نقولوا فيها صنعه النجم نعاود عليها في المستقبل فهمتني، واخترت وهو اون بليس كو سا هو تكوين المهني موطن شغل، اي هو موطن والجيد هو خريطه نتاع مستقبل اي شباب ممتاز نجح. دونك من الاول كانت عندك الفكره انك باش تكون عندك مؤسسه لصنع وتركيب نجاره الالومنيوم، كان عندك الحلم هذايا من الاول؟ اكيد اكيد يكفي كني قلت لك بقيت 5 سنين وانا صانع باش نعمل دراسه شامله نكمل التكوين نتاعي لحسابنا الخاص. ممتاز. التمويل شو عملت فيه التمويل؟ الاموال سي الاسعد ديما العائق كي نسالوا برشا شباب يقول لك التمويل والاموال، شو عملت في الناحيه هذه؟ انا ما لقيتش حتى عائق، لان ليش انا كي بقيت صانع خذيت لقيت يعني خلصت خذيت السوق، خذيت العباد، خذيت البلومبيي، خذيت الدهانه. انا كي حليت المواطنين والحمد لله يعني ممتاز. وهذا ذكاء الحقيقه الحمد لله، هذا سرعه بديهه وهذا ذكاء انك تكون فطن. المؤهلات هذوما ما يتقراوش ولا يتقراو سي الاسعد الى جانب الى جانب الصنعه الى جانب الامور التقنيه، هل بداها هل فتنه هل حنكه هل التمرس هل يعرف يستغل الفرصه يتقرا هذه اللي عنده علاقه بالشخصيه؟ اكيد نتاع الباعث اكيد عن معناها عن مواد تكميليه هي معناها تخلي للمتكون معناها كيفاش يتعامل من بعد كل سوا هو معناها باش يمشي يكون صانع ولا يكون عامل ولا يكون معناها ينتصب الحساب الخاص، كيفاش يكون عنده ريبرتوار معناها بتاع كليونت، كيفاش في الكومونيك في التواصل في الحضور بتاعه في الثقه في معناها دونك هذوما الكل يتقراو معناها باش تكون عنده معناها نظره شامله للمستقبل، كيفاش يختار انا والشمع بتاعه باش معناها يمشي مع كفاءاته يمشي مع مؤهلاته. دونك لهنا للحقيقه فما انكادرمون تأطير كامل ما يخرج كان مهيئ. يخرج كان بقدرة ربي مهيئ وحاضر به. مشروعك فانا مرحلة نصري طاو المشروع نتاعك قداش عمره؟ 2006
2016 دونك سبع سنين الحمد لله تقريبا. نرجع نحكيه على المشروع ونحكيه خاصة على شروط الالتحاق بالمركز هذايا اللي برشا شباب قاعدين يسألوا على الاختصاصات المماثلة اللي يحتضنها المركز، كيفاش ينجموا يلتحقوا به بعد الستريمينج مع زميلتي نادية الارتيبي مباشرة من القاسرين باش نواكب وقفة مناصرة لمجموعة من المحامين للمقاومة الفلسطينية. صباح النور، صباح الفل نادية. العمالة في أبهى أوجهها. صباح الفل ياسمين. طبعا ما يفوتناش انه اليوم نحكوا على انتصارات حققها الشعب الفلسطيني، المقاومة الفلسطينية. اليوم نحكوا على وحدة الدم، وحدة الفعل، وحدة القول اليوم لأجل تحرير فلسطين. وبمثل ما حدث يوم 7 من أكتوبر أكيد ستتحرر فلسطين. اليوم الوقفات التضامنية مع الشعب الفلسطيني، مع القضية الفلسطينية، شوفوها في ساحة شهداء بالقاسرين، نظمتها عمادة المحامين الفرع الجهوي لعماد المحامين بالجهة. أيضا شفناها صباح اليوم بأكثر من حوالي 400 مؤسسة تربوية، ونفذ حوالي 1110 ألف تلميذ وقفة تضامنية في مختلف المؤسسات التربوية مناصرة للقضية الفلسطينية. طبعا فلسطين في القلب، فلسطين هي شعار اللي شهدناه اليوم في كافة ولاية القاسرين، سمعناه في المقاهي، سمعناه في التاكسيات، سمعنا أغاني وطنية، سمعنا صوت فلسطين بصوت أهالي ولاية القاسرين. اليوم كما تشوفي وقفة احتجاجية أو تضامنية لمحامي القاسرين مناصرة للقضية الفلسطينية. يحضر معنا الأستاذ شكري شخاري رئيس الفرع الجهوي لعمادة المحامين في هذه الخطوة اللي طبعا ما هيش جديدة على عمادة المحامين. في كل ما تحضر فلسطين يحضر محامي القاسرين مناصرة لهذه القضية الوطنية والعالمية والدولية. مرحبا بك أستاذ. شكرا. صباح النور، أنا الأستاذ شكري الشخاري رئيس الفرع الجهوي للمحامين بالقاسرين. صباحكم خير وصباحكم عزة وانتصارات. هذا اليوم الموافق ل 9 أكتوبر 2023 يقف الفرع الجهوي وكافة فعاليات المجتمع المدني بالقاسرين انتصارا ودعما ومساندة لأبنائنا البررة، أبطالنا المظفرين، يعني المقاتلين بالتخوم وبالميادين، أبناء حماس، أبناء العزة، الذين علموا درسا تاريخيا لا ينسى وضربوا كل قلاع العدوان الغاصب وأسقطوا راية الجند الذي لا يقهر وسحلوا هذا الجند الذي لا يقهر. أنا أقول نحن كلنا في هذه الساحة نقف احتفاء واحتفالا واعتزازا وشموخا بما حققته المقاومة المظفرة، وهو عمل نوعي وميداني وتاريخي ضرب كل الاستراتيجيات العدو. اليوم شفنا محامين ولكن زاد يظهر لي استقطبتوا أهالي ولاية القاسرين، شفنا نشطاء في المجتمع المدني، شفنا كبار وصغار، شفنا مواطنين. أيضا اليوم الصوت كان واحد كما كان الصوت والفعل واحد في فلسطين. الحقيقة يعني فلسطين هي الأولى وهي الآخرة، فلسطين هي الأم وهي النهاية، فلسطين كلنا فلسطين وكل أبنائنا بالقاسرين هم يمثلون فلسطين. فلسطين لما ترفع الرايات الفلسطينية نقف يعني صامتين محبين عاشقين لهذا البلد، لهذا القطر، لهذا التراب. فلسطين هي الكرامة ونحن نقف نصرة وعزة واحتفاء بما قدمته المقاومة الباسلة، وهي البداية أكيد. وإن شاء الله بمثل هذا الحدث تستمر إلى حين تحرير فلسطين. أيضا موجودين كما قلنا كبار وصغار، شفنا زادة مواطنين، شفنا معناها مشاركين من كبارنا في ولاية القاسرين. لو كنت فاضل بحثينا يظهر لي استقطبتك صوت المحامين اليوم للحديث عن فلسطين وعن دولة فلسطين. مرحبا بك. نشجعهم على ذلك ونطلب لهم المزيد ونطلب من شباب القاسرين ومن شباب تونس كلها ومن شباب العالم الإسلامي والعالم أن يقف بجانب هذه الأبطال حتى ينتصروا في حربهم كما بدأوا. أكيد الانتصار حليف الناس الكل، وإن شاء الله مستمر معناها الاحتفاء بانتصارات المقاومة الفلسطينية وبإنجازات وبقتالات المقاومة الفلسطينية رغم سقوط شهداء، فالشهادة في سبيل فلسطين عزة وفخر.
عاشت فلسطين الأبية العزة والنصر والكرامة لفلسطين. دونك اليوم إن شاء الله بعد شوية قلت باش نعديو الصور اللي اليوم أيضا من مؤسساتنا التربوية بكل ما يعنيه من رمزية ومعاني رفع العلمين التونسي والفلسطيني. بعد قليل نكون لنا صدى للحدث هذايا. نرجع لك سي الأسعد، قلت شروط الالتحاق وقتاش يعني، لأنه برشا يتسألوا على الروزنامة باش ما تفوتهمش فرصة الالتحاق بالمركز. الحقيقة هو عندنا معناها متمحور على دورتين. دورتين، دورة هي سبتمبر، يعرف دورة سبتمبر دورة الخريف أو دورة الشتاء اللي هي دورة فيفري. احنا كي نقولوا دورة سبتمبر وش معناها نجي أنا في سبتمبر نسجل؟ هو توا عندنا سنوات ما عاد شكل التسجيل بالملفات ولا التسجيل معناها بالاتصال ديريكت بالمركز. تنجم عندنا سيت ويب www.atfp.tr التسجيل عن بعد. هو ينجم يدخل للسيت هذاك ويسجل. دونك هذا ما معناها ما ياخذش نظر انه المركز فاتح ابوابه للتسجيل زاد كيف كيف عن بعد. اما فما ناس ما تعرفش تدخل للسيت، فما ناس معناها صعوبات سواء معناها عندها الانترنت، معناها مشكل في الانترنت وكذا. دونك المركز فاتح ابوابه. دونك دوره سبتمبر تتحل من 20 جوان، معناها 20 جوان 25 جوان. دونك كما الدوره هذه معناها دوره سبتمبر اللي بديناها لو 6 سبتمبر، هي 16 سبتمبر تحلت 24 جوان الفارت 2023. ممتاز. دونك انطلقتوا في بدايه سنة تكوينية جديدة كنجم نقول. فوالا دونك هذيك من 24 يبدا التسجيل. احنا وطاقة مش احنا والطلبات نجم تفوق معناها الطلبات تفوق العرضة بتاع المركز. دونك لهنا يوقف باب التسجيل ونتعدوا الاختيار. الاختيار هو حسب سكور، حسب معناها كل واحد معناها والنقاط اللي لمدهم. دونك لهنا مثلا بار اكزومبل في المركز سيدي بوزيد باش يقبل 240 جاو حوالي 800 متكون. لهنا معناها نستيون اوبليجي معناها ملزمين باش نتعدوا الاختيار المتكونين. اخترناهم على دورتين معناها على مستوى مؤهل تقني مهني، صارت 6 سبتمبر 7 سبتمبر هذيك الاختيار بتاع المتكونين باش يدخلوا يتكونوا. دونك وعلى 12 سبتمبر تم اختيار المتكونين على مستوى شهاده الكفاءه المهنيه. دونك وعندنا زاد كيف كيف دوره نوفمبر اللي هي تدخل في دوره سبتمبر. معناها دوره سبتمبر دونك ولكن نظرا للضغط اللي على الالتحاق نظرا مع طاقه الاستيعاب والكل واضح. دونك انا من نجم كان نثمن الجهود نتاع كل الراعيين وكل الكادر، خلينا نقولوا الاطار التربوي اللي على راس المركز هذايا. نختم معك نصري، اليوم تجربه كيفاش تعيشها وانت صاحب مؤسسه؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. ماشي المشروع ونعم بالله. ونعم بالله. تتعامل مع المركز باش تجيب متربسين؟ أكيد. عمال عمل واللي ما يقبلوش المركز ما مثلاش النمبر كما كان يتحكي سي الأسعد. احنا نعمل ديزابرونتي يتكونوا معنا زاد عامين ويمشوا يعملوا تيست في المركز التكوين وتحصلوا على الشيء. محليها البارح في الايام كنت انت ابرونتي، اليوم في الايام انت صاحب مؤسسه وتنتج وتحل مشكل بطاله في سوق الشغل. يعطيك صحه نصري. كلمه اخيره في 30 ثانيه. ختاما حبيت نشكر زاد كيف كيف الاطار المشرف كامل على مركز التكوين التدريبي سيدي بوزيد، من اطار اداري، اطار بيداغوجي، اطار معناها مسانده. دونك تحيه زاد عنا ذراو شاهد عنا عنا برشا شهادات الحمد لله. نوجه لهم التحيه لخاطر يتعاملوا مع المركز في معناها في اطار التكوين بالتداول. معناها تعرف نمط التكوين اللي يتكون به معناها اللي يكون به المركز هو معناها 50% 50% 50 مؤسسه تكوينيه 50 بالمؤسسه الصناعيه والاقتصاديه. مهم برشا التعاون حتى مع اولادكم معناها اللي عندهم اصحاب مؤسسه. عبد الملك معناها معاها ابوبري 5-6 معناها صناع معناها يتعاملوا في زاد كيف كيف يقبل في معناها نمط اخر، نمط التدريب مهني يتعامل معاه كيفه. دونك نوجه له التحيه وان شاء الله ربي يوفقه في وربي يوفقكم في الكل الحقيقه، لانه اكيد القاء التكوين والقاء الرعايه النفسيه والبيداغوجيه كلهم توفروا باش نجم يقف على ساقيه. نشكرك برشا سي الأسعد، نسلك كيف موفق ان شاء الله مشروعك يكون من المشاريع الناجحه في قادم الايام. احنا بعد الفاصل نحكي مره اخرى على إيقاع الاستشارة الوطنية في مجال التربية والتعليم مخصص اليوم للزمن المدرسي.
صباح الفل والياسمين والمقاومة والعزة والشعبين اللي اليوم بالحق حاجة مشرفة على الأخر وقت اللي راو جنبا إلى جنب العلم التونسي والعلم الفلسطيني في كل شبر من الجمهورية التونسية وفي شارع الرامز لحبيب بورقيبة. هوني ضيفي حاضر عنا أكثر من شعار اليوم وأكثر من حتى في الفيستيمونتير الكود فيستيمونتير ينجم يعبر هو أيضا على المناصرة هذه والنصرة للقضية الفلسطينية. صباح الفل سي كمال. شكرا، صباح الخير، صباح الانتصارات، صباح النجاحات، صباحكم فلسطيني بطعم المسك والعنبر. يعيشك. انا نشكرك على الحضور على هالتحيه المزيانه هذه. قبل ما نبداو لانه نحكيو مره اخرى على الاستشاره الوطنيه في مجال التربيه والتعليم، قلت اليوم صباحا وفي حدود الثامنه صباحا رفع العلمين التونسي والفلسطيني وايضا الناشدين التونسي والفلسطيني في بادره نوعيه كان دعا لها وزير التربيه بطبيعه بعد الموقف المشرف والجلي لسياده رئيس الجمهوريه قيس سعيد. صباح الخير، صباح الفل مدام نعيمه، مرحبا بك المندوبه الجهويه للتربيه بمنوبه. صباح الفل. صباح الخير مدام، صباح الخير للناس كل الساده المستمعين والساده الحضور الكريم اللي معاك. مرحبا. دونك حبيت معاك نتوقف عند هذا الحدث لانه حدث مره اخرى يبرز موقف الشعب التونسي، واليوم عندنا موقف جلي وصريح شعبا وقياده ورئاسه كان نجم نقولوا لانه نحكيو على بلاغ من رئاسه الجمهوريه. كان اليوم يوم مميز بديناه بانطلاقة تبعث على الانتشاء، انطلقت بإذن السيد وزير التربية يوم أمس من خلال إفراد بلاغ صادر عن رئاسة الجمهورية بالإذن لرفع العلمين التونسي والفلسطيني على نغمات الناشدين الرسميين التونسي والفلسطيني بمختلف مؤسسات التربوية بكافة ربوع الجمهورية. اليوم بمندوبية الجهوية للتربية بمنوبة تم التنسيق إثر الإذن الصادر عن السيد وزير التربية بين مختلف مكونات الأسرة التربوية، والتنسيق منذ يوم أمس مع السيدات والسادة المديرين لتنظيم هذه الانطلاقة البهيجة نصرة للشعب الفلسطيني وانتصارا للمقاومة الفلسطينية. قديش مهم اليوم انه نراو، احنا نراو في بعض الفيديوهات مدام نعيمة في المباشر يجينا من المدارس فعلا. الإعدادية، واحدة من المدارس الإعدادية في الجمهورية التونسية، قديش مهم فعلا. اليوم انه النشأ والأطفالنا وشبابنا والمراهقين، معناها تلامذة نحكي عليهم صغيراتنا، نعديولهم هالحس هذية بالمقاومة وبالقضية الفلسطينية ونعرف بها داخل أسوار المؤسسة التربوية. فعلا مدام، انا اليوم متعرف بالفخر وانا بين تلامذتي وقت اللي راه تلامذه عندهم احساس كبير بضروره مناصره المقاومه الفلسطينيه. الاستعداد كان على جل المستويات من الساده المديرين، الساده الاطار التربوي بمختلف مكوناته، تلامذه حاضرين، اضافه الى رفع العلمين باحساس رفيع وانشاد الناشدين الفلسطيني والتونسي معا. هناك عده ان شاء الله توصلكم الفيديوهات والصور وصلت وتعداو كل مختلف مؤسسات التربيه بوزاره التربيه اللي تبين استعداد التلامذه وانخراطهم في هذا من خلال صور جميله، حركات تشكيليه، من خلال تجسيدهم لمظاهر مسانده للشعب الفلسطيني من خلال انتاجاتهم هما بتاثير مربيهم. فما شكون من المربين اللي ما يخدمش اليوم وجاي، فما شكون من المربين اللي يخدم العشيه وحضر الصباح، لا لشيء الا لتقديم هذه الصوره الجميله على تونسنا المسانده دائما للقضيه الفلسطينيه. وهو كذلك هذه تونس اللي نعرفوها في المستقبل. يعيشك مدام نعيمه، شكرا لك على المداخله. دونك هذه تونس كما عاهدناها دائما وابدا، تونس المؤمنة بالقضية الفلسطينية والمناصرة للقضية الفلسطينية. نشكرك مدام نعيمة، مشكورة بالحق، صور وفيديوهات تثلج الصدر وتحسس بالفخر. هذه تونس سي كمال، هو لو مش موضوعنا ولكن هذه تونس، هذه تونس ومحليهم الصور هذوما اللي داروا في العالم أجمع. شكرا لك، فرصة باش نشكر التلفزة الوطنية على إتاحة هذه الفرصة وعلى والفريق العامل بالبرنامج وكل التقنيين والإعلاميين بمؤسسة الإذاعة والتلفزة الوطنية.
في حقيقة الأمر تواتر الأحداث يفرض نفسه، وبالتالي أن نرى مثل هذا هذه الهبة وأن يكون الموقف منسجما من أعلى هرم السلطة في مسألة كهذه ليس بعزيز على تونس أن تضرب موعدا مع التاريخ في مثل هذه المحطات لتعبر بالوضوح التام عن تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني في قضيته. وتونس كانت سباقة دائما في الوقوف إلى جانب الشعوب المضطهدة، وقضايا التحرر كانت هي التي تتصدر مواقف تونس في المحافل الإقليمية والدولية. وبالتالي إذن أن تكون الوزارة، وزارة التربية أو رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو الاتحاد العام التونسي للشغل بطبيعة الحال من المنطلق، واليوم عندنا أكثر من وقفة مناصرة على ذكر اتحاد الشغل وغيره من الاتحادات كما كنا نراه أيضا في عمادة المحامين. الكل قلت الكل تونس نعم. جمعاء بكل مكوناتها نعم. وبكل فئات العمرية خرجت للشارع وعبرت على نصرة القضية الفلسطينية. طبيعي جدا، وهذا عادي، وهذا معناها من المسلمات باعتبار أن القضية الفلسطينية معناها موجودة في وجدان كل التونسيات والتونسيين. صحيح. ومن منطلق هذا 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 هذه المراكمة وهذا الزخم الموجود منذ 48 وإلى يوم الناس هذا، فلا غرابة بالمرة أن نجد مثل هذه الهبة ومثل هذا الانسجام في الموقف. صحيح. اليوم تنتفي كل الحسابات أي؟ ونجد جميع التونسيات والتونسيين أي؟ على نفس الـ 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 الخندق كما عهدناهم، يعني على نفس عدناهم. على نفس على نفس شنو قلت لي سي كمال؟ على نفس يعني على نفس الوتيرة وعلى نفس الخندق، يعني واقفين معناها وقفة خاطر الخندق عنده سونس بيجوراتيف شوية راه اي يعني الخندق هذيك علاش انا في بالي ما سمعتكش مليح دونك هذاك علاش اكد دونك على نفس الخط خلينا نقولوا على نفس المبدأ على نفس المبادئ القضية هذا هو طبعاً. واضح سيدي. دونك الحقيقة احنا موضوعنا هو اسمحي لي بعد إذنك من منطلق معناها صفتي النقابية أن باسم المكتب النقابي للنقابة الخصوصية لمتفقدي المدارس الابتدائية وباسم متفقدات ومتفقدي المدارس الابتدائية في جميع ربوع الوطن أن أرفع تحية التقدير وإجلال إلى شعبنا في فلسطين الصامد، وأن نقول له عيوننا إليكم ترحل كل يوم، نشد على أيديكم، وإنهم يرونه بعيد ونراه قريبا، إذن النصر سيكون حليفكم طالما أنكم طال الدهر أو قصر أم قصر بطبيعة الحال. شنو رأيك هو إيش نعمل الآتي اليوم زمن المدرسة نستدعاك يوم لاحق نحكيه عليه، ولكن خلينا نحكيه على لأنه الحدث الأبرز يفرض روحه سي كمال اليوم. شنو أهمية أنه ندخل للمؤسسة التربوية بالنشيد الفلسطيني؟ توينسا تلامذتنا تعودوا أنهم يقفوا إجلاء واحتراما للعلم التونسي ويرفع النشيد الوطني التونسي. اليوم 2-9 أكتوبر يلقاوا رواحهم يسمعوا في النشيدين التونسي والفلسطيني، أي رسائل يمكن أن يختزلها هل الثنائية هذه متاع زوز الأنشيد؟ أولاً وقبل كل شيء يعني ليست المرة الأولى التي نجد أنفسنا في موكب علم، وهي فرصة باش نحيي جميع الفاعلين التربويين الذين هبوا هبة على قلب رجل واحد ليقوموا بهذا الواجب المتعلق بموكب تحية العلمين الفلسطيني التونسي والفلسطيني. وهذا طبيعي، وركمنا مثل هذه المواقف في أكثر من مرة وليس من العهد بقدم، ولكن خصوصيتها سي كمال إنها في الحرم التربوي نعم. بداخل أسوار المؤسسة التربوية العمومية والخاصة، هذا في حد ذاته رسالة في برشا رسائل. شكرا. هي في رسالة في المقام الأول موجهة إلى الناشئة، لأننا نريد أن نربي الأطفال على المواقف، على القيم، على الثوابت، على معناها الحق، على العدل، على التحرر، إذن كلها قيم. ومعناها الأصل في الأشياء أن مثل هذه القيم يعني مكانها الطبيعي هي المدرسة. صحيح. وبالتالي رسالة قوية من خلال تونس
هذا البلد العظيم في مواقفه وثوابته. إذا رسالة نبعث بها إلى العالم بأسره. إذا الإنصاف والعدل وإعطاء معناها حقوق معناها المواطنين وحقوق معناها الإنسان في إنسانيته، يعني هذا هو تقريبا ما نريد أن نبعث به. وعندما نربي الأجيال تلو الأجيال على مثل هذه المواقف طبيعي جدا أنه ستلقي بظلالها على المهارات الموجودة عند الطفل، عند معناها المعطيات، وعند معناها بناء الشخصية متاعه ونحتها إلى آخره. أنا أشكرك برشا سي كمال، الحديث معك ذو الشجون الحقيقة، وخاصة أنك مربي وفاعل، واليوم استغلينا حضورك باش نحكيه على أهمية التنشئة الاجتماعية والتنشئة التربوية. مهم برشا أنه القيم والمبادئ هذه تغرس في عمر صغير. نحكيه على شباب غدوة، على كهول غدوة، والقيم اللي نجم يتشبع بها. في الحقيقة من منطلق المواد الموجودة والتي تدرس، وخلينا نقول أن المدرسين في الميدان يعني أثبتوا ويثبتون وسيثبتون جدارتهم بالتفاني في العمل من أجل تقديم الإضافة النوعية على مستوى إذن معناها المواد التي تدرس، والتي خاصة تساهم في التربية على المواطنة وفي التربية على التنشئة الاجتماعية. وهذا من بين أدوار الاستشارة مرة أخرى الوطنية في مجال التربية والتعليم. من بين الأسئلة التي تطرح هو أي جيل نريد أو نكون عبر المدرسة، وأي محتوى يدرس للتلاميذ في علاقة بشخصيتهم وكينونتهم في قادم الأيام. نشكرك سي كمال، وعد مني أنه يكون عنا لقاء آخر الحديث معك ذو الشجون بعد الشارة. مواصلين سي لوتر يحيى يلتحق بنا. شكرا لك سيدة إيناس. صباحات تونسية عطرة معطرة بروح المناصرة والنصرة للقضية الفلسطينية. قديش نسعد وقت اللي ضيوفنا لهنا كلهم يتوحدهم القضية هذية ومحبة القضية تسري في دمانا وتربينا عليها، وإن شاء الله نشء جديد أيضا يتربى عليها. سي لطفي صباح الورد. صباح الورد صباح الفل. تحية ليك وتحية الفريق المعامل معك، محليه علم تونس وعلم فلسطين، وتحية إلى شعبنا الفلسطيني. دونك من الصور اللي توحد برشا ناس عندهم حس العروبة وحس بالقضية الفلسطينية. قل لي سيدي، نحكيه أيضا بوطنية في الفقرة هذه، نحكيه على مواصلة حملة ضد التقليد، ولكن أنا فاجأني أنه موجودة في الصناعات التقليدية. سي لطفي إيش معناه؟ نستسمحك قل. باش نحكيه على الجمعية حماية المستهلك الفلسطينية اللي نوجه لهم تحية بالمناسبة. من 2017 الاتحاد العربي المستهلك قرر باش تكون مقر الاتحاد في القدس، إجابة على قرار أمريكا وقتها بالقدس عاصمة لإسرائيل. وهنا تحية لجميع الجمعيات المستهلك في فلسطين وفي وطننا العربي ككل. وقتها في 2017 كان القرار بمقاطعة المنتوجات الإسرائيلي في كامل الوطن العربي وفي في بلدان المهجر نتاع معناتها في كامل الوطن الأوروبي والأمريكي، اللي العرب يقاطعوا المنتوجات الإسرائيلية. واضح. دونك هذا مدخل جميل جدا ويخلينا مرة أخرى على إيقاع القضية الفلسطينية. قولي سي لطفي، اليوم نحكيه على حملة مقاومة أو مكافحة التقليد. كي تقول لي التقليد وصل أو يمس أو يهدد الصناعات التقليدية، إيش معناها؟ معناتها كونه القرى الحرفية متاعنا والحرفي والمنتوج التونسي قاعد مهدد بصفة كبيرة. زوز أسباب، نحن قاعدين نحاولوا كيفاش نعدوا القرى الحرفية في كامل الولايات، وبالتالي باش ينتجوا منتوج حرفي
التونسي نبيعوه للتوانسة والأجانب، قاعدين في هذه كل قاعدين في حملة كبيرة متاع توريد منتوجات هي بيدها لكن من الصين ومن بلدان أخرى، وهذا ماهوش معقول. اللي هذا فيه ضرب حتى للاقتصاد الوطني يعني. أكيد ضرب بمنحة وطني أيضا، ضرب الهوية. كيفاش أنا حرفي نجي ننتج منتوج ما مهما كان المنتوج، الجبة اللي نجيبوا فيها ب 15,000 من برا، الشاشية نجيبوا فيها من برا، هنا كيفاش أنا ننتج والدولة صارفة عليا وقاعدة تعاون فيا باش ننتج وعمل قرى حرفية وتساعدني باش المنتوج يوصل للتوانسة وللأجانب، ونتلفت في السوق نلقى شكون مهبط كونتونير بالصناعات التقليدية التونسية. تسمى الصناعة التقليدية التونسية كان ما يقع إنتاجها في تونس بحرفيين تونسيين، هذاك منتوج تقليدي تونسي. الهوية نتاعنا ولينا نشوفوا القفص نتاعنا العديد من المنتوجات. تلقى انت كي تدخل نهج جامع الزيتونة 80% من المنتوجات المعروضة واللي قاعدين يتباعوا مقلدة. دونك هنا نحكيو على الاسعار، زيدا التونسي يشريها لانه ديما نلقاوها ارخص سيلوتي، وهذه زيدا مره اخرى دوركم باش توعيوا وباش تحسوا انه مش ديما الارخص راهو خير، وحتى كان يا سيدي كيف كيف ناخذ التونسي نستهلك تونسي. السعر ما عادش عنده قيمه، راك انت تحكي على هويه، تحكي على ثوابت، تحكي على منتوج تونسي. ما عادش نحكيو على السعر، نحكيو على منتوج تونسي اللي قاعد باش كان ضمحل، ما عادش الهويه نتاعنا تتمس، تولي ما عادش تعرف بروحك انت بالمنتوج التونسي. نحن كي تشوف انت المسار اللي قاعدين التوانسه قاعدين نشوفوا فيه من عديد السنوات باش تثبيت الهويه التونسيه سواء في برا بالمنتوجات نتاعنا، نلقاو اللي وهنا نحن نعرجوا على الحمله نتاعنا قاعده تستمر. اليوم افتتاح الدوره الثانيه اللي كان حبوا سموها دورة أخرى في برشلونة في محطة القطارات الجنوبية، عيبات تنقلوا معناها قاعدين من مكان إلى آخر، من مكان إلى آخر باش نحسوا بالمظاهر نتاع التقليد. وهنا حبيت نحل قوس على الصناعات التقليدية، خاطر لا مجال إلى توريد منتوج تونسي داخل في الصناعات التقليدية، لا مجال إلى توريده. هنا ضرب راهو قاعدين نشوفوا قاعد يتورد راهو برخص وبكثافة كبيرة، هذا ماذا بنا يقف. وهذا دوركم لهنا كالعادة، أنتم ورقة ضغط ضد كل ما عنده معنى ما ينجم يأثر سلبا على الاقتصاد الوطني. نشكر سي لوتشي كالعادة، نحييكم ونحيي مجهوداتكم، ومعاكم إن شاء الله على الدرب في مقاطعة وفي الانخراط في الحملة، حملة 100 يوم ضد أو لمكافحة المواد المقلدة. بعد الشارع نحكي ومجتمع مدني مع سي جوهر، جينا من المكني، تفضل. مجتمع مدني، ضيفي جانا من المكنين جوهر الشريف، رئيس الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين، وجيتنا معاك برشا صور نحكيو على الندوة في نهار سبت هكا، نهار الاحد البارح، نهار الاحد دونك جديدة اقل من 24 ساعة عليها. دونك مرحبا بك ساعة قبل كل شيء، صحة صباح اهلا وسهلا. السلامة. قل لي الغرفة الفتية الاقتصادية بالمكنين هي فرع للجي سي الام، ناشطين ما شاء الله. كمنظمة عالمية عندها أكثر من 100 عام، في تونس عندها أكثر من 60 عام. غرفة مكنين من عام 83، السنة نحتفلوا بعيد ميلاد الـ40 لغرفة مكنين. كغرفة فتية اقتصادية في تونس كل الحق ولا في العالم كل ناشطين، وبالنسبة لنا في تونس هدفنا ديما أهداف تغيير إيجابي، دفع الاقتصاد. ممتاز، دونك كيفاش جسمتوا هذه من خلال ندوة البارح؟ ندوة البارح هي موضوعها هو المحور الوطني لمنظمتنا الغرفة التونسية السنة، اللي هو الانفستيسمون دامباكت، الاستثمار ذو التأثير الاجتماعي الاقتصادي والبيئي. كيف كيف مسينا به شوية الايكونومي سوسيال سوليدير اللي هو كان تم ناسيونال نتاعنا عم ناوي. دونك هدفنا كان تشجيع الشباب
في المدينة على الاستثمار، ومسينا كيف كيف القطاع الصناعة التقليدية وللفخار اللي ما نجموش الحق نحكيو على مقنين من غير ما نحكيو على الفخار. دونك الندوة هذه كان فيها برشا مدخرين، برشا شركاء، كلك سوا مندوبية الصناعة التقليدية، مندوبية الثقافة، مندوبية الشباب، مركز الأعمال، مكتب التشغيل. دونك جبنا دي زيكسبير في لي دو تيم هذوما، الانفستيسمون دامباكت والايكونومي سوسيال سوليدير. وحاولنا كما قلنا ورينا للناس اللي جاوا لي بارتيسيبون هذوما الثنيه باش يبعثوا مشاريعهم، تمويل مشاريعهم، كيف كيف اللي الدوله تشجع على المحاور هذه. ممتاز. دونك وكان فما حضور للشباب بالطبع، بتصور تحبوا تاثروا في الشباب بصفه خاصه؟ بون الحق مش كان شباب، بالنسبه لنا بعث المشاريع ماهوش مربوط كان بالشاب. ديجا حتى جاونا عباد ماهم شباب، سيدات وساده كبار شويه في العمر، اكزاكتومون كل من يحب يبعث مشروع ولا عنده فكره مشروع دونك جانا وفهم شنو هو السيمينار هذا وعاوناه فيه. دونك خرجوا فرحانين الناس الكل بمعنى وانهم استفادوا من الحضور. صحيح. ومن الاطراف خاصه اللي كانوا موجودين وجمعتوهم يعطيكم الصحه في مكان وفضاء واحد. هو الحق اي، خاطر ديجا الناس حابه تزيد تقعد اكثر. دونك الحق تعدى ناجح، الناس استفادت اكثر، زدنا وريناها الثنيه والادارات نتاعنا اللي في تونس اللي تعاون الناس باش تحل مشاريعها كما قلنا سونتر دافير والبيرو دومبلوا وغيرهم. دونك الحق تعدت ناجح الحمد لله. الحمد لله. دونك اليوم هذايا البارح في الايام عندكم اجنده واضحه لاستراتيجيه العمل نتاعكم، فما مواعيد قادمه قريبه؟ ان شاء الله. بون بالنسبه لنا السنه، بون احنا كغرفه فتيه ديما المندات تكون عام واحد، دونك بالنسبه للسنه مازالت لنا جوست خدمه على الخدمه على الاستشاره الوطنيه للتعليم ونكملوا بها عامنا ان شاء الله. دونك العام الجاي ان شاء الله المكتب التنفيذي الجديد والرئيس الجديد يواصل العمل كيف كيف. نشكرك برشا جوهر، تحياتي ليك وتحيه لكل العناصر نتاع جي سي اي. احنا مواصلين ان شاء الله في متابعتكم ونشجع تشجيع كبير ومحبه. شكرا. كبيره خاصه انكم تخدموا في ما يسمى بالمركزيه. نشكرك جوهر، يعطيك الصحه. مواصلين مره اخرى المشوار واللقاء، البلاتو القادم عوده فيه على المقاومه الفلسطينيه، القضيه الاقرب للشعب التونسي والقضيه اللي ينصرها كل فئات وشرائح المجتمع التونسي. هذا محمد عساف وراجعين. تحية من تونس مرة أخرى لشعب فلسطين الأبي. محمد عساف يغني ويقول في وسط ما غنى تونس فخر العرب. فعلا تونس فخر العرب بموقف مشرف جدا مرة أخرى قلت وسط تململ دولي خلينا نقولوا في موقفهم مع او ضد القضيه الفلسطينيه. هوني بحذية الدكتور عمرو الليثي، سعيده بحضورك معايا باكثر من كاسكيت باكثر من قبعه دكتور. انت الاعلامي ورئيس اتحاد اذاعات وتلفزيونات دول منظمه التعاون الاسلامي. صباح الصمود والمقاومه. صباح النصر ان شاء الله للشعب الفلسطيني الحر الابي، وربنا ينصر فلسطين وشعب فلسطين، والمجد للشهداء الفلسطينيين اللي ضحوا بأرواحهم ودمائهم في سبيل استعادة الأرض المحتلة وفي سبيل استعادة هذه الكرامة المسلوبة. فتحية لكل فلسطيني وتحية للشعب الفلسطيني. كيف تتابعون دكتور ما يجري اليوم على الأراضي المحتلة وخاصة المستجدات آخر المستجدات اللي عشناها بقلب واحد الحقيقة على الأقل نحكي على الشعب الحقيقة التونسي. احنا كاتحاد الإذاعات والتلفزيونات لدول منظمة التعاون الإسلامي، طبعا فلسطين عضو مؤسس، وهذا الاتحاد قام في عام 1975 بدعوة من الملك الحسن لدعم القضية الفلسطينية في المقام الأول، ولذلك فإننا الحقيقة نقف أولا بشكل يعني مهني، نقوم بدورنا في نقل الرسائل الإخبارية لكافة الدول العربية والإسلامية من خلال إرسال حقائب إخبارية يوميا عن المستجدات. الاتحاد كان يمكن أول اتحاد إعلامي في العالم يفتتح مكتبا له في فلسطين في رام الله، وأنا كنت زرت فلسطين منذ عدة أشهر قليلة والتقيت بالرئيس أبو مازن ومعالي الوزير أحمد عساف المشرف العام على وزارة الإعلام، وفتحنا مكتب هناك للأخبار والتدريب لزملائنا الإعلاميين
في فلسطين. فاحنا دورنا داعم جدا. دكتور لو تسمح، كم مهم اليوم الصورة التي تسوق عن فلسطين وما يجري فوق أراضيها، نحكي إعلاميا يعني، خلينا ناخذ نموذجا الإعلام بكل مكوناته والتلفزيون. خليني أولا أقرا لك البيان اللي احنا أصدرناه. أنا يهمني أقرا البيان اللي احنا أصدرناه. أصدرناه أول أمس لاتحاد الإذاعات باسم للقضية، فقلنا إن اتحاد الإذاعات والتلفزيونات التعاون الإسلامي يدين العدوان العسكري الغاشم المتواصل على الشعب الفلسطيني، ندين التصعيد الإسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعدوان العسكري الإسرائيلي الذي أدى إلى سقوط مئات الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني. يؤكد الاتحاد أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي وعدم التزامه بقرارات الشرعية الدولية وتصعيد وتيرة اعتداءاته وجرائمه اليومية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحرمانه من حقوقه المشروعة هي السبب الرئيسي في حالة عدم الاستقرار، ويحمل الاتحاد الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية التصعيد، ويجدد دعوته للمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف العدوان الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. هذا كان بيان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الذي أشرف برئاسته. أحييكم على الحقيقة لأنه موقف يبدو جلي وواضح وسط قلت تململ موقف دولي لا يتسم في كل الدول للأسف بهذا الوضوح، كيف ما أيضا نحكيه على الموقف التونسي، وأكيد تابعت أيضا موقف رئاسة الجمهورية التونسية. أولا أنا أشيد الحقيقة بالموقف رئاسة جمهورية تونس الشقيقة، وهذا ليس غريبا على الرئيس صاحب الفخامة الرئيس قيس أو على الحكومة التونسية أو على الشعب التونسي اللبي العظيم. أيضا دور مصر الرائد وإرسالها لسيارات الإسعاف فورا ودخولها لعلاج المصابين والجرحى من المصابين الفلسطينيين. دول عربية أخرى اتخذت مواقف، لكن في البداية كما تفضلت الإعلام له دور. دورنا أن ننقل الحقيقة حتى يعرف العالم ماذا يفعل الإسرائيليون في الأراضي المحتلة. كل يوم والتالي نفاجأ بتعد سافر. يعني أنا لما بقعد أشوف أنا كم بيان أصدرته خلال الشهرين اللي فاتوا كاتحاد إذاعات لمنظمة التعاون الإسلامي، أنا طلعت 30 بيان في شهرين. 30 بيان ب 30 اعتداء سافر وغاشم على القدس الشريف، على الأراضي الفلسطينية، على المواطنين الشرفاء المدنيين. أين لماذا يسكت العالم؟ أنا مندهش الحقيقة هذا الصمت الشديد من العالم رغم أن الصورة واضحة. وإذا كان الإعلام قد يرى البعض أنه قد لا يكون ناقلا للصورة بالشكل الجيد، لكن السوشيال ميديا النهاردة أصبحت حتى الإعلام الإلكتروني والسوشيال ميديا والإنترنت حتى لا يحتاج إلى تلفزيون يصور. معك أنا معك، وأنه حتى اليوم نحكي وحتى على مؤسسة المواطن الصحفي وسرعة نقل الخبر، ولكن حتى لا يستقيل الإعلام من دوره أكيد. هم مش عايزين يشوفوا بلغة الرياضيين في ملعب الإعلاميين أساساً. العالم الذي يرفض القضية الفلسطينية ولا يدعمها ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. خلاص هم مش عايزين يشوفوا، هم يعني الحقيقة بائنة والحق واضح للفلسطينيين، لكن هم مش عايزين يشوفوا الواقع. كل له أجنداته وله حساباته الشخصية، لكن في النهاية أنا بشوف أن الموقف العربي يجب أن يكون موقفا صلبا قويا داعما للقضية كما كان. إذا كنت بقولك الاتحاد هذا الذي أتشرف برئاسته للإعلام العربي والإسلامي كله قام من أجل القضية الفلسطينية منذ 50 عاما، أتصور أن احنا يجب أن نقف على قلب رجل واحد دعم القضية الفلسطينية، كل فيما يستطيع أن يقدم له الدعم. أهم حاجة الدعم والضغط الدولي. الضغط الدولي والدول العربية أصبحت مؤثرة وأصبحت قوية وأصبحت لها تأثير وتمتلك من الآليات ما يجعلها تستطيع أن تضغط على الآخر كي يلبي احتياجات الشعب الفلسطيني. أما وأن هناك دول نحن نعرف غربية إذا ما رفعت يدها وغطائها عن إسرائيل سوف تحل القضية الفلسطينية في نصف ساعة إذا رفعت هذا الغطاء اللي تقدم. وحتى نختم هذا الجزء الأول معك دكتور، مهم أيضا مرة أخرى هو هذا الدفع وهذا الضغط الذي يجب أن يمارسه الإعلام بكل مكوناته. اليوم سياسة ضغط وورقة ضغط كبيرة عند الإعلام الشريف والنزيه والصادق. وأنا بدعو من هنا جميع قنوات الإعلام بصفتي رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الدول منظمة التعاون إلى عمل يوم مشترك للقدس ولفلسطين وللقضية الفلسطينية، يتحد فيه الإرسال التلفزيوني لكافة القنوات الرسمية
العضوة في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات دول منظمة التعاون في سبيل يوم من واحد لدعم القضية الفلسطينية. ممتاز، هذه مبادرة مزيانة. إذا كان ترى النور بداية من البلاتو، أعلنها هنا من تلفزيون تونس، أعلنتموها اليوم هنا في تونس من بلاتوات مقر التلفزة الوطنية. دكتور بحذنا أنتم بالمناسبة أنا عايز أهني تونس أن تونس تم انتخابها مرة أخرى منذ أيام قليلة كعضو في مجلس التنفيذي. جديد هذا، يعني 48 ساعة أقل من 48 ساعة عضو في المجلس التنفيذي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي. فأنا بهني التلفزيون تونس والأخت عواطف الإعلامية الكبيرة والزملاء الأعزاء في الإذاعة والتلفزيون على عضويتهم في المجلس التنفيذي للاتحاد للمرة الثانية. أي وشنو أعطينا شوية فكرة على ما يمكن أن يثمره هذا العضوية، هذه العضوية، وفماشي تعاون بين مؤسسة التلفزيون والمنظمة. الإعلام التونسي إعلام عظيم ورائع، والحقيقة الأستاذ عواطف رئيسة تلفزيون التونس شخصية جديرة بكل تقدير، هي وكل معاونيها. الحقيقة الإدارة الجيدة بتنعكس في المحيطين بك من مساعدين. هناك تعاون كبير، وأنا عايز أقولك أن تونس عندنا بترأس عدة لجان في اتحاد الإذاعات والتلفزيونات، عندكم خبرة كبيرة في مجال الإعلام، في مجال الأخبار، في مجال البرامج، في مجال الدراما. احنا بنسعد جدا وبنستفيد. عضويتكم في المجلس التنفيذي بتحددينا فرصة لأفكار جديدة، والحقيقة لهم لا يبخلون علينا. فأنا بهني الأستاذ عواطف وبهني الزميل رئيس الإذاعة على عضويتهم أو تجديد انتخابهم مرة أخرى في المجلس التنفيذي. احنا بدنا وننتظر ثمرة التعاون. لا ده هتلاقي تعاون كبير، واحنا فعلا بينا تعاون كبير، وحيكون في تفعيل اكتر للتبادل البرامجي والاخباري. احنا بنحاول ان يكون هناك ارتباط قوي جدا مع الاعلام التونسي، خصوصا على يعني على راسه قيادات اعلاميه واعده. ممتاز، دونك ناخذ قبعتكم كاعلامي دكتور. دونك الزياره هذه ليومين، من حسن حظنا انك موجود معنا في مقر التلفزه الوطنيه مره اخرى اليوم وغدوه، اليوم وغدا، في اطار اعطينا الاطار انت والبرنامج، لانه لقاء سريع ولكن ان شاء الله باش يكون اهدافه نوعيه. والله هي الحقيقه الزياره دي مش زياره رسميه، الحقيقه لاول مره، يعني انا مش جاي المره دي في زياره رسميه، انا جاي بصفتي اعلامي مهتم بشؤون الانسانيه وذوي القدرات الخاصه وذوي الهمم الخاصه. تم اختيار في عضوية لجنة تحكيم مسابقة عربية، مسابقة عمار لذوي الهمم والقدرات والإعاقة. هي مسابقة بيتم ان احنا بننتقل انا ومعايا مجموعة من كبار الإعلاميين والفنانين، بننتقل الى الدول العربية وبنقعد بنحكم، بنشوف المواهب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة وبنختار من كل دولة. كنا قبل ما نيجي هنا كنا في محطة القاهرة، قبلها كنا في الأردن، قبلها كنا في المملكة العربية السعودية، بعد غد نذهب الى المغرب، بعدها الى الإمارات. احنا بننتقل وبننتقي انا واعضاء لجنة في كل المجالات دكتور، في كل المواهب، في الفنون، في المزيكا، في الرسم، في النحت، في التمثيل، في الألعاب الرياضية، في إلقاء الشعر، في التأليف، في الأدب. وعايز اقول لك إن أنا سعيد وفخور بأصحاب الهمم وذوي الهمم في العالم العربي. اللي أنا شفته حضرتك أستاذة إيناس على مدار الأسبوع الماضي، وأنا عمال أنا بقالي أسبوع بسافر بين الدول العربية يوم يوم في كل دولة الحقيقة، شيء مبهر أثبته للجميع أن الإنسان، وإن فعلا أولا من فقد البصر فالنور في القلوب، النور في القلوب مش في البصير، البصر اللي عنده بصيرة. شفت الناس اللي عندها ممكن تكون مشاكل صحية لكن عندها موهبة مش موجودة عند الإنسان الطبيعي. فالحمد لله إحنا يجب، ده يؤكد حقوق الإنسان وحقوق ذوي الهمم وذوي الإعاقة، وإن إحنا لازم ندعمهم ونقف جنبهم ونبرز. وأنا بدعو النهاردة التلفزيون التونسي إن يكون حاضر معنا بالليل ويشوف النهاردة المواهب من أهل شعب تونس، من أصحاب الهمم وذوي القدرات الخاصة، وهم بيتسابقوا في هذه المسابقة. ولو البعض منهم دكتور كانوا حاضرين بيناتنا ومعنا هوني، عندنا فقرة اسمها برافو. برافو قلناها في أكثر من مرة. ممتاز. لذوي الهمم. دونك شنكون في المتابعة أكيد، هذا شرف لينا، شرف باش نكون في المتابعة. فقط حبيت نختم، تعاود لنا مرة أخرى ما أعلنتموه منذ قليل في خصوص مبادرة للم شمل كان نجم نقولوا الإعلام العربي في يوم إعلامي مشترك. أنا بدعو النهاردة من خلال تلفزيون تونس الرسمي كرئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات دول منظمة التعاون إلى عمل يوم إعلامي عربي يجمع جميع القنوات الإعلامية الرسمية، وإذا أرادت القنوات الخاصة أن تشارك فهذا يسعدنا جميعا، وأن يكون من كل دولة مذيع ومقدم برامج يتشح بهذا الوشاح العظيم، وشاح فلسطيني اللي حضرتك بترتديه، ويكون يوما في دعم القضية الفلسطينية. أتمنى أن تجد هذه الدعوة يعني صداها صدى، وأرجو أن التلفزيون التونسي يكون أول من يقبلها إن شاء الله.
بحول الله قبلناها من توا لأنه تم الإعلان عليها داخل أسوار مؤسسة التلفزة الوطنية في بلاتواتنا المركزية. وشنو أهمية وما جدوى الإعلامي إن لم يكن بهذا الالتزام دكتور؟ ونختم بهذا، دونك اليوم مطالبين بهذا الالتزام صحيح. الوطني والعربي صحيح. نشكرك دكتور. أشكرك جدا وشكرا لتلفزيون تونس وشكرا لهذا البرنامج الجميل الذي تشرفت أن ظهرت فيه للمرة الثانية وأسعد جدا به أمام وخلف الكاميرا جميع الزملاء. شكرا جزيلا. وإحنا زيدا سعداء أنه اقتنصنا من حضرتكم بعض الدقائق وانت جيت لتونس في زيارة خاطفة نجم نقوله ليومين فقط. مواصلين برشا محبة، رسائل محبة، صمود ومقاومة لفلسطين العزة والكرامة مرة أخرى بصوت وبحناجر عربية. اخترنا جوليا بوترس، تفضل. صباحكم ان شاء الله مزيان، ان شاء الله معطر بروائح الفل والياسمين التونسي. باش نختم بالشفاء وبالعلاج وبالوقايه ولكن بطرق مستحدثه، نحكيو على العلاج بالفن وبالموسيقى تحديدا من خلال تجربه ضيفي سي سفيان. صباح الفل، مرحبا. صباح الفل، صباح النور، صباح الورد، صباح الخيرات والبركات وصباح الصمود والانتصار ان شاء الله. يعيشك يا سيدي. دونك اليوم الحقيقة صباحاتنا غير، اليوم التونسي إحساس النخوة والعزة والكرامة والصمود كله 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 يوحد التوانسة اليوم من شمالها إلى شرقها، من جنوبها إلى غربها. دونك اليوم نحكيه على الموسيقى ودور الموسيقى. كنا مع الرياضة احنا بدينا سي سوفيان ودور الرياضة في الوقاية وفي العلاج، كيف كيف يظهر لي مع الموسيقى؟ كيف كيف هو حقيقة نجم نواصل نبني على اللي قالته زميلتي ريم. دونك الرياضة عندها دور كبير ياسر في الوقاية وفي العلاج كيف كيف الموسيقى، وهما على علاقة كبيرة بعضهم. وكان نحبوا ننشحوا في البلاد هذية نعطيوا أكثر أهمية للفنون وللرياضة، لأنه الجانب هذا كان ناقص شوية. وأنا ابن وزارة التربية وأنا متفقد أول في وزارة التربية وخبير تربوي، واللي قاعدين نعملوا فيه تو في الإصلاح الجديد اللي قاعد تعمل تو الاستشاره اللي قاعده تصير الوطنيه والخدمه اللي يخدموا فيها الخبراء والمتفقدين تو عام ونص عندنا نخدموا على المرجعيات والاطر المرجعيه لاصلاح المنظومه التربويه. بقدره ربي ثم جانب كبير باش نتلهاو بالفنون اكثر وبالرياضه، لانها ظهر بالمكشوف وظهر من خلال الدراسات اللي عندها دور كبير ياسر في بناء شخصيه متوازنه وشخصيه يعني ما فيهاش برشا عناصر فشل وما فيهاش وحتى تحمي يعني قادرة على حماية صغيراتنا وتلامذتنا من كل أشكال العنف والتطرف. أكيد ثبت أيضا أكيد. وعملنا مشروع 5-6 سنين التالي دور الفنون في إبعاد التلميذ على كل المشاكل اللي تحكي عليها من انحرافات مش لازم نسميوها هي موجودة بالفعل الآن، ونحاولوا بالفنون وبالفن نحمي الوطن. به نحمي الوطن بالفنون. تسمعنا شوية لأنه معاك العود وأنا كراء إلا نحب ما نجمش تدروحي الحقيقة، يعني عنا هالجانب ذي احنا في التونسي كان ما يغنيش راهو يدندن، كان ما يدندنش راهو يعزف. دونك سمعنا حويجة سي سوفيان نبداو حويجة تونسية صعب نرجعو نحكيو على أهمية الموسيقى في حياتنا وخاصة كعلاج ووقاية. نعمل حاجة تونسية مثال أنت قلت تحت ياسمين يلا هدي شوية الله يرحمه. Thank you.
تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاذيني تحت الياسمين في الليل نسمة والورد محاذيني لغصان علي يتميل تمسح لي في دمعة عيني لغصان علي يتميل تمسح لي في دمعة عيني ياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت تحت الياسمين اتكيت عدلت العود وغنيت وتناطر دمعي وبكيت فكرت كيف كنت تجيني وتناطر دمعي وبكيت فكرتك كيف كنت تجيني الله 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 عليك سفيان احنا صباح الفل والياسمين وهذية باش تعزف اكثر من مره ان شاء الله كل مره اللي جينا كان خيروني يقولهم تحت الياسمين في الليل اما في الصباح المره هذي يعطيك صحه سي سفيان عيش قل لي عن سياسه القرب نحكيه كمربي نحكيه كمتفقد ونحكيه كموسيقي ايضا واستاذ موسيقى كيفاش لاحظت الاثر نتاع الموسيقى في النفوس مش نحكي على تجربتي الخاصه معنا تجربتي الخاصة من اللي صغير أنا ملاحظ اللي الموسيقى عندها تأثير كبير برشا والحمد لله يا ربي قريت في وسط في معهد غرة مي في صفاقس كان السيد المدير الله يرحمه يذكر بالخير سعد نجيد عبيد وسينوري العفيس كان عندهم إحساس وعندهم إيمان كبير بقوة النشاط الموسيقي وكانوا يجيبوا عندي كما تو صابر رباعي من الليسي المجاور لنا ونعملوا حفلات في الليسي متاعنا في الساحة ويحضروا التلامذة الكل والنشاط الموسيقي كان كبير برشا النادي ناشط وديما يتحصل على جوائز وهذا أثر على سلوك التلامذة معناها ملاحظينه معناها مش واحد حكي على سلوك التلامذة وعلى تمييزهم في القراية وعلى نجاحهم وتوا ما شاء الله أصدقائي اللي قراوا معي الكل إطارات كبيرة برشا في البلاد فيهم شكون خرج لبرا والحمد لله هذه المعلومة الأولى المعلومة الثانية بعد يعني بعد حصولي على البكالوريا أداب ودراستي في المعهد العالي للموسيقى بتونس وقتها ثم كان معهد عالي للموسيقى بتونس طبعا عندنا 5 معاهد ما شاء الله في البلاد حصلت على الأستاذية ثم بديت نمارس في التدريس في المؤسسات التربوية الإعدادية والثانوية ولاحظت دور الموسيقى لدى التلاميذ قداش يحبوا مادة التربية الموسيقية قداش يحبوا النشاط في النادي وقداش يأثر على سلوكهم ديما تلقى التلامذة نتاع النادي كل 40-50 تلميذ عندهم سلوك خاص سلوك سبيسيال هادي ومتفهم ويحب ينجح وطموح صحيح ويلقى راحته الحقيقة ومن الأساتذة المحبين ومن كلهم أساتذة محبين على الرأس والعين أما يدخلوا بأريحية كبيرة لأنه باش يغنيوا وباش يتمتعوا سفيان للأسف ضيق الوقت اليوم تعرف أنه صار شوية لا باش نكتفيوا بهذية ونستدعاك مرة أخرى نكتفيوا بهذية ونعتذر نعرف ولكن نستدعاك مرة أخرى تجيب حذانا ونحكيوا على منافع الموسيقى والعالم هذية نتاع العلاج عبر الفن وناخذوا نموذجا الموسيقى نشكرك برشا سفيان وشدلل عليك ونجيبك بحثينا وعد هذية على الهواء مرة أخرى إن شاء الله فرصة أخرى شكرا ختام العدد متاعنا أنا لنشكرك على الحضور غدوة إن شاء الله يجدد الموعد بداية من 9 صباحا نجوم حمودة في الإخراج رئيس تحرير أبو بكر بن عمر خالد اليعقوبي في التنسيق والشكر موصول